بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من يستفتونك. التوبة من أعظم نعم الله على عباده، فهي باب الرحمة الذي فتحه الله لنا للرجوع مرة أخرى إن نحن وقعنا في الذنوب والمعاصي. قال تعالى في سورة الذاريات: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فنحن نفر من الله إليه سبحانه وتعالى، ومهما كانت ذنوب العبد فباب التوبة مفتوح دائما. قال تعالى في سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال عز وجل في سورة الشورى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال أيضا في سورة الحجر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وفي سورة غافر وصف ربنا نفسه فقال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. الإمام النووي رحمه الله قال: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها شروط ثلاثة: أولها أن يقلع المعاصي عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة أو فقد أحد هذه الشروط الثلاثة لم تصح التوبة. أما إذا كانت هذه المعصية وتتعلق بآدمي فيضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شرط رابع، وهو أن يبرأ هذا العاصي من حق هذا الذي أخطأ في حقه. انتهى كلامه رحمه الله. وبعد فحول التوبة وشروطها وكيفيتها نتحدث في حلقة اليوم من يستفتونك مع فضيلة الشيخ الدكتور رجب أبو مريح، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية في ماليزيا سابقا. مرحبا بك دكتورنا الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الكريم. أهلا بك دكتورنا. دكتورنا الحقيقة يعني هذا الموضوع تحديدا مسألة التوبة، وهل التوبة تمحو الذنوب جميعا؟ احنا اخترنا هذا الموضوع لحلقة اليوم بسبب أن هناك سؤال ورد إلى البرنامج يقول فيه السائل الأخ ناصر، بيقول أنه عليه ديون كثيرة ولا يستطيع السداد من الناحية المادية، وأنه أوصى زوجته وأبنائه بسداد ديونه بعد مماته، ولكن هو يعلم أن هم لا يستطيعون في حدود ما يعلم حتى الآن. فبيسأل هل لو يعني توفى إلى الله عز وجل فهل هذه الديون يمكن أن تمنعه من أن يغفر الله له؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التوبة كما تفضلتم أخي الحبيب هي واجبة علينا جميعا، على المذنبين وعلى غير المذنبين. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالإنسان يتوب دائما حتى ولو لم يفعل الذنب، يتوب لأنه يقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، يتوب لأنه لم يعامل الله عز وجل بالمعاملة التي يجب أن يعامله بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الناس وأفضل الناس وأتقى الناس وأخشى الناس صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في المجلس 71 مرة. فإذا كان النبي المعصوم يفعل ذلك فما بالنا نحن. فالتوبة علينا جميعا، ولكن على صاحب الذنب أولى وأوجب. صاحب الذنب كما تفضلتم إذا كان في حق الله فإنه يقلع عن الذنب ويعزم على عدم العودة يعني إليه أبدا، ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب ولا يعني يعود إليه. أما إذا كان فيها حق من حقوق العباد فمن أول الأركان وأول الشروط هو إرجاع يعني الحقوق إلى أصحابها. إذا كان الحق من حق الله هو الندم ثم الإقلاع ثم العزم على عدم العودة. أما إذا كان من حق العباد فمع هذه الأركان الثلاثة وقبلها أنه يرد الحقوق إلى أصحابها، هذا شرط في قبول التوبة. إذا كان الإنسان غير قادر كما تفضل أو ذكرتم من الأخ السائل الكريم، أو إذا كان أصحاب هذه الحقوق موجودين إما أن يستسمحهم في ذلك، فإذا سامحوا فانتهى الأمر. إذا سامحوا وقالوا قال لهم إني فقير أو معدم ولا أستطيع أن أرد هذه الحقوق وهم سامحوه في ذلك، فيعني يسقط عنه هذا الأمر. إذا لم يسامحوه أو إذا لم يكونوا موجودين أو إذا لم يكونوا متعينين كمن يأخذ الرشوة والعياذ بالله من أناس كثر لا يعرف عددهم ولا يعرف مكانهم ولا يعرف أين هم وأراد أن يتوب، لا يقف أحد في وجهه أبدا، أن يعني هذا الأمر مفتوح حتى تصل الروح إلى الحلقوم أو حتى تشرق الشمس من مغربها.
فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينوي في قلبه رد هذه الحقوق، ويعزم ويأخذ بكل الأسباب التي تؤدي إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها أو إنفاقها في أي وجه من وجوه الخير إذا كان أصحابها غير موجودين. فإذا مات وهو على هذه الحال كما يسأل السائل، أدى الله سبحانه وتعالى عنه إن وجد صدق نيته، إذا كان صادقا في نيته مقبلا على الله سبحانه وتعالى، راغبا فيما عند الله عز وجل، نادما على ما فعل في حياته، ويوصي أولاده من بعده إذا تجدد له مال أو إذا رزقه الله مال بعد في حياته أو بعد وفاته، أول شيء يبدأ به قبل تجهيز الميت وقبل تغسيله وتكفينه رد الحقوق إلى أصحابها. فإذا تعذر ذلك كله فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه، يقضي عنه لأنه بذل وسعه وبذل طاقته في رد الحقوق إلى أصحابها ولم يوفق. فالله سبحانه وتعالى على حسب رغبته في الله في التوبة ويعني صدقه مع الله سبحانه وتعالى يؤدي الله سبحانه وتعالى عنه حقوق العباد ويخرج منها كيوم ولدته أمه بإذن الله تعالى. طب شيخنا، يعني هناك سؤال هو مسألة يعني الذنوب التي لا يغفرها الله، يعني تحدثنا الآن عن مسألة الدين، هل هناك ذنوب أخرى شيخنا التوبة لا تمحيها؟ لا يوجد ذنب بفضل الله عز وجل وبرحمته لا تغفرها التوبة. نعم. الشرك لا يغفره الله إذا مات الإنسان مشركا، إذا مات على شركه ومات على كفره فلا يغفره الله عز وجل. أما إذا تاب من كفره وتاب من شركه ولو قبل حياته بأيام فإننا نرجو له التوبة ونرجو له المغفرة. فالتوبة يعني تغفر الذنوب جميعا، سواء كانت في حق الله أو في حق العباد إذا استوفت أركانها وشروطها، حتى لو كانت في الخروج من هذه الملة والخروج من الإسلام، طالما أن الإنسان رجع قبل وفاته وقبل بلوغ الروح الحلقوم، لأن كثير من الناس أو كل الناس يتوبون إلى الله في هذه اللحظة يرون ما لا نرى، ويطلعهم الله على ما نطلع عليه من أحوال الآخرة ومقعده من الجنة ومقعده من النار، ربما يرى الملائكة رأي العين. التوبة هنا لا تفلح ولا تنفع، وهذه اللحظة ليست بعيدة عنا، يمكن أن تأتي في لحظة من اللحظات في يقظة أو في منام أو نحن نتحرك أو نحن نسعى، سواء كنا في معصية أو على طاعة فنستعد لها. يقول أحد المفسرين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، من أراد أن يموت على الإسلام فليكن في حياته كلها مسلما، في يقظته وفي منامه، في حله وفي ترحاله، في أخذه وفي عطائه، في رضاه وفي غضبه، في كل لحظة من اللحظات يكون يعني من المتقين، لأن الآجال بيد الله، لم يطلع الله احدا عليها. يموت الانسان صغير السن ويموت في شبابه ويموت في هرمه ويموت في شيخوخته، فهذه الاجال اخفاها الله عنا، يمكن ان تاتي في اي لحظه، فعلينا ان نكون مستعدين لهذا. فكل الذنوب تغفر طالما انها استوفت اركانها وشروطها قبل لحظه الوفاه او قبل ان تبلغ الروح الفلقوم.